هذه الأصناف هي المحرمة. وأحل لكم ما وراء ذلكم غير هالأصناف أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. روح وتزوج بالحلال بشكل مشروع، الله يعلم وأولياؤه وقادة الدين يعلمون حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور، فشرعوا له التشريعات التي توفر له قضاء حاجته وإسعاد نفسه، وأيضا أن يكون ذلك بحسب الطريق الشرعي وفي طريق الله عز وجل. بل بعضها يشير إلى ثواب فيه وإلى أجر. رواية المعروفة أن رسول الله لذكره الشرف والصلوات كان جالسا مع أصحابه فسأل من منكم تصدق، قسم منهم قالوا احنا ما عندنا فلوس نتصدق. التفت إلى أبي ذر، يا أبا ذر تصدقت اليوم؟ قال لا. قال فاذهب إلى أهلك وأصب منها فإنه صدق، أروح وقارب زوجتك فهذه صدقة. طيب هنا بين قوسين لا واحد يقول ما دام هالشكل ليش احنا نعطي للفقراء ونعطي للما ادري في سبيل الله، خوش مكان للصدقة وتصير القضية كل ما واحد اراد ان يتصدق يسوي مثل ابي ذر. لا، هذا في محله وذاك ايضا انفاق المال في محله. قال يا رسول الله او يأتي احدنا لذته ويكون له في ذلك ثواب؟ قال بلى. أوليس إذا أتى ذلك في غير موضعه، يعني مو بالحلال، عوقب عليه؟ قال بلى. قال فكذلك إذا جاء به بالحلال أيضا يثاب عليه. من أجل صناعة ماذا؟ حالة من الطهارة عند الإنسان، وأنه يقضي كل شيء عنده بالحلال. وطريق أئمة الدين كان هذا الطريق النزيه والنظيف والطاهر في مقابل ذلك الطريق الذي سلكه أعداؤهم. كان طريق الفواحش، كان طريق التجري على حدود الله، اقتحام الحرمات، إلى حد أن ما أبقى لأحد حجة لكي لا يثور. هذا عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، والده حنظلة غسيل الملائكة معروف، شاب تزوج وفي صباح ذلك اليوم نودي بالجهاد، والظاهر ذيك الليلة انعقدت نطفة هذا الرجل أيضا. صباح ذلك اليوم نودي بالجهاد، فما كانت الأمور ميسرة مثل الآن، واحد خلال 5 دقائق يغتسل ويخرج. فقال في نفسه أنا أخرج للجهاد مقاتل كل ساعتين 3 ساعات وأرجع حتى أغتسل. ذهب إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقاتل حتى قتل شهيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله بعد ذلك من منكم ينظر أين حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة بصحاف المزن من الجنة تغسله. من ذاك غسل الجنابة كانوا يغسلونه. طيب الرجال رايح على جنابة وغسل، طبعا هنا مسألة شرعية، وهو أنه لو اغتسل ذلك الغسل، لو غسل تغسيل الميت ونوى المغسل ما عليه من الأغسال يكفي، ولكن هذه فد منزلة أراد أن يشير الرسول إليها في هذه الجهة. وعرف من ذاك الوقت بحنظلة غسيل الملائكة ابنه عبد الله. لما صار أخبار يزيد وقضاياه وأموره ذهب إلى الشام حتى يستطلع الأمر بنفسه، ورجع إلى المدينة. سألوه عن يزيد، قال ما أقول في رجل يشرب الخمر جهاراً ويأتي الفواحش وينكح المحارم، إني لأخشى
والله لو لم أجد إلا نفسي لخرجت عليه، ومع ذلك أنا أخشى أن ترمينا السماء بحجارتها. إذا نتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام هذه الفواحش نخشى أن نرمى من السماء بالحجارة. وبالفعل أجج ثورة المدينة على يزيد ابن معاوية، ذاك الطرف كان متمرغ في الفواحش، كان مقارفا بكثرة للمحرمات، لم يكن يرعوي أمام حدود الله تعالى، بل جند هذا الجيش على هذه القاعدة اللي يلقبهم الإمام الحسين بعصبة الإثم، جماعة عصابة آثمة، عصابة مجرمة. فتبا لكم أو فقبحا لكم يا نبذة الكتاب ومحرف الكلم وشذاذ الأحزاب ونفثة الإثم وعصبة الإثم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر، أصولكم كانت أصول فيها الحرام، ولذلك أوردتكم هذه الموارد. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو، ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا.